السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. حنا اليوم حوسنا روحت جبت فيديو قديم ما عندوش بزاف، وين نشوف لكم وين تم ما عندوش بزاف الفيديو، وين شاهدنا بن شيخ وين ينفعل بشده بسبب حاله الملاعب الجزائريه، ونسمعوا واش هدر واش رانا نشوفوا دروك، واش هدر واش رانا نشوفوا دروك. بغيت نقول لك وين تاع النهار اللي لعبنا مع المغرب وجاما بالماضي انتقد عاير الوزير برناوي في وجهه، هذيك الضربه في ذاك الماتش هذاك في بليده. حنا نسمعوا هنايا ومن بعد نسمعوا خاطر في ملعب المباراة في تشاكير. قال لك الميم الناسيونال كان بالتليفون من اليوتيوب في الميكرو مباشرة. الرجل لا يكذب على الاتحادية ولا على الوزارة ولا حتى على المسيرين تاع الملعب. قال لك جافي اونت ديفون بريزيدون لا فيديراسيون ماروكا، اشقائنا المغاربة بالنظر لواش عندهم من الملاعب. قال لك حشمت، قال لك إلا الناس ما تحشمش، قال لك أنا حشمت على واش شفت. والله راني داكور معاه، لان كان البريزيدون تاع انا سي لا بريمير فلي سمعت هادي لي من ناسيونال بلا تليفون. انا كان الفريق الوطني يجي بلاد وكل الاخرين يحضروا، كان صح كاع تجي حاضره الفريق الوطني جا ماشي جا قدام، وهذيك هي الحلاوه كي تسمع شرف هذاك وكذا صح تسمع حارس الجمهوري تحييهم فهمتني. كانوا هذيك الحلاوه تاع دوك ولينا هبطنا للبورتابي ديال لي من ناسيونال، اما كاك صرعت وليك كنت البورتابل ولينا نقول لك للور كنا فوا كنا حطع وما فهمتش انا. هذه وحده تبين شو كلمه قالها قسما بالله، قالوا لولو للرول كنا حطا كنا ملاح، يعني مع هادو المشعوذين هادو شو كيصرا لنا، شو مع هادو الناس مشعوذين شو كيف الطيلاء تاع الملعب نهار اللي بنتروه، يعني بنتروه نورمالمون يتبنتر بالالوان الوطنيه، بنتروه بالوان البراك. شو كيفاش وين وصلت عنده الحق، قال كلمه قسما بالله كلمه هذه. تحيه ليك سي بالشيخ، والله والله تحيه ليك. شي صوالح تقولهم ولا لا صح؟ قال من ولو للرو كنا ملاح، الرو كنا ملاح، كانوا الملاعب بالعشب الطبيعي كنا من بعد ولاو يخونوا الدراهم. اي دير طارطو دير طارطو حط طارطو حط طارطو حط باش يخونوا الدراهم. هاك تشوف الناس دات ملايير من ذوك اللي طارطو، والله لا الملايير بلايير داوهم ولاو يخونوا، ولا يقلع من طارطو منا من الستاد يبغوا يبدلوه يقلع منا ويدي يحطه في الكارطيات ايو ويحسب 7 مليار باطل. تما يجيبوا يجيبوا الستاد يحطوه بالدراهم صح تاع الجيجيات بالدراهم، ومن بعد يعاودوا يدوه الكارتي للكارطيات تاع الاخر راس لي ستاد ماتيكو صغار يدوه يحطوهم وينحسبوا 7 مليار. تما خيانه فيها وكي تهدر وكي تروح تقابل داك لونتبريز تقول له لا ومنا وهذا قديم وهذا تاع ستاد تشك الو اروح ودوه يدوك. هيا هيا تسكت تسيب ناس دير هاك تسيب الغاشي ما كاش موراك. هيا العبوا ولا قودوا، بنادم يهدر على صوالحكم وانتوما دلوها مي تتفر فيك يبدا دلوها. هو هدار هذاك اونتبريس دخلو مسكين، هو خليه خليه هذا الشوبي بروحو هدار انا هدا هيا خليه لعبوا ولادكم راهم يلعبوا يركب فيهم الكونسير المرض، راه غير بنوات الريحه تاع البنوات في الخرطيات هنا غير الريحه تاع البنوات. خاطر من نهار الاول مي قلت لهم بلي هذا الستاد معاود تاع الستاد تاع تادس جابوه حطوه لهنا وداو الدراهم. هيا قال لك لا شوبير هدار يبغي يهدر يبغي يدخل في كل شوي يبغي منا هيا ها انايا ها تا ولا يقولوا بلي لا عندك الحق. ما عنديش الحق انا دروك، مين نتوما تشوفوا الحق انا نقول لكم ماشي حق، انا نجي كونتر عليكم نتوما كنتو ماشي حق. هذا ما نحصلوش في انا ما نحصلش في الشباب والرياضه ولا في سطاد سان جوي ولا في تشاكر. هذه كانت سياسه عيانه مده 20 ولا اكثر سنوات. يعطيك الصحة. لا بكل صراحة. يهدر وزير الشباب والرياضة يديسيدي وحده؟
يعني من في سوبيريور لا بريمين ما نقدروش نديروا ان بيلوز. خلينا دوك انا نجيك نجاوبك. انا ما تجيبش دير بيلوز كي ما تنجمش دير بيلوز. بيلوز اللي باع القنين يدير بيلوز. واش بيلوز يعني احنا ما درناش ما درتوهاش. علاش ما درتوهاش؟ دوك نقول لك علاش. خل ما تقطعونيش كي نكون في لالونسي انا ما تهربوليش اللي يكون جديد. رحم والديكم انا قلت لك الهرب عليه مدة سنوات مسؤولين تاع السير في الكرة في الرياضة في الجزائر. روح في روح السياسة في الرياضة. روح ما كانوش عارفين بلي خلاص والملاعب هادو سان جوي سان توجي ما نقدروش نديرو ان بيلوز. خلينا دوك انا نجيك نجاوبك. انا ما تجيبش دير بيلوز كي ما تنجمش دير بيلوز. بيلوز اللي باع القنين يدير بيلوز. واش بيلوز يعني احنا ما درناش. علاش ما درتوهاش؟ علاش ما درتوهاش؟ دوك نقول لك علاش. خل ما تقطعونيش كي نكون في لالونسي انا ما تهربوليش اللي زيدي تاعي رحم والديكم. انا قلت لك الهرب عليه مدة سنوات مسؤولين تاع السير في الكرة في الرياضة في الجزائر. خلينا من السياسة في الرياضة ما كانوش عارفين بلي خلاص والملاعب هادو سان جوي سان توجان وفاود وحراسي تيرميني. والله لا سان توجان تما بولوغين على بالكم بلي بناوه 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 جولو تاع فرنسا ولا ما بالكمش محابسيه وقيله بناوه والفريق وقيله بناوه محابسيه باش يلعبوا بيناتهم تاع الحر وما بقاوش هذو لي ستاد هذو اللي مهدس صايق بدل البلاصه بدل بصح لا مع من تهدرتك انايا خلاص سيفيني كبك سمك كيفاش على عمود الجيران تاعك يبنيو لك دي بوستار على بالهم بهاليا هالطار ما على بالهمش على بال المسؤولين الكبار اللي كانوا هذاك الوقت اللي شوي الحقنا كانوا هذا هما كانوا لاتين كي يروح يدش الحاجة يديروا القدرون ويديروا الورد والكارلاج والفايس واللي يجعلوا ويروح وقل يقربعوا كلش هذه كانت تسير بدون تخطيط. كرة القدم جامي سقساو الناس تاع كرة القدم احنا لي كونسلتون هنا ولا في لي زوطر شان يتكلموا مدة سنوات قال ما عندناش الملاعب. اليوم دهشتو كيف بالماضي هضر على الملاعب هضرنا عليها مدة سنوات وحنا نقولوا ما عندناش ملاعب. ما عندك سنتوجان في الحق ما تلعبش فيه على بالك سنتوجان يا سي رضوان باش الناس تشوف هاو الحيط هاي لا تشوف تحبس لو كان يعطيك الباك تخبط راسك تازيوي تازيوي ويجري وهذا يريبوه ولا حاجة أخرى ممنوع في إنجليزي يكون شتا ولا طاكليك راح تموت أنجلي طاكلي يجي واحد كان دي دفونسر اللي يجي راح يا أردوان كان دوترك زيوي قريب قاعد يا بوكو تصطاد لي خلاص يترميني ما يبنيو لك والو لاتين يوريونتيونا غير العشب هذا الحشيش الغازو خلينا الغازو ما نجمناش الغازو لا ينجموا كلش كيف ما ينجموش بلاد سيروها كيما الجزائر مدة سنوات دار بالمليح وبالهلاك تاعها ما ينجموش يديروا الغازون سي فو لان جامي عطاو قصه والوزاره الشباب والرياضه يجيو يدوروا يروحوا كاع يجازوا باسكو هما كاع ما عندهمش لو بوفوار دو ديسيدي. حبسك انت كي تقول لي ما عندوش لو بوفوار دو ديسيدي راني معاك ولكن ما تقوليش بور افوار بيلوس تكون بيلوس جيده أرضية لازم رئيس الجمهورية يتدخل. أنت راك حاكم وزارة الشباب والرياضة ما تقدرش تخدم من بيلوس دين كما قال لك دين ايكيب ناسيونال ولا راح نسمعوا بعد تصريح قال كولومبيا لو كان جاو شافوا الملعب تاع تشاكير ما يقبلوش يلعبوا في أرضية كيما هذه يقول لك أنا نجيب لي جوال تاعي باش يتم الإنصاف. أنت قلت وزارة اسمح لي اسمح لي واش عليه رانا نديباتي وحنا رانا في ديمقراطية الحمد لله لبلادنا. رهدر أنت تقول كيف وزارة الشباب ما نجموش يديروا بيلوز داكور وانا نقول لك انت يا وعلاش كي يروح وزير ولا والي يروح لكاش منطقة لهذيك لاكومين التريح كانت متقوبة تقول بنادم يطيح فيها يديروا له تبتل القدرون ويديروا يجيبوا السجور ويحطوه على ما يديروا السجور ويجيبوا الورد ويخوروه والله يجيبوا الورد باسمه الدنيا باسكو لي جون مطلعينو ولا كيما قايتو الورد يدو الله يعاونك باسكو لي جون يبقاو يخدموا ما يخدموا سينسيرمون لبلادهم في بزاف الميادين. شكون الجزائر كي لحقنا لهاد الدرجه شكون
هالطارة كيما يقولوا لنا زي سترونجولا، لأن احنا يعني نهبكوا روحنا بيدينا. احنا انت ما تخدمش مليح، انا ما يديرش مقاف واحد يخلي تقباك هكذايا، واحد ملي يجوز غير شويه كرافي روح انا نشوفه في الترقان تصيب قدره المليحه هكذا، ومن بعد تصيب جهه ما تبقى والو غير الحفاري وكذا. علاش فوساسي على جال هادشي؟ انت تاخذ نعطيك اكزومبل اون المان مدام هذه ماركال صاحبك ولد عباس كم ترينوفي الملاعب في المانيا حبت تفوت سيرتان بي، ما قالتش لهذاك اللي يخدم معاها ولا في الوزاره شابوا راه قال له روحوا شوفوا لنا. اسقات لي زونسيان فوتبالور، لان الملاعب تاع لي فوتبالور هما اللي راحوا كل جروب وين راح هما اللي جابوا لها وحطوا لها اوس ملاعب ولا بلي زيسكالي ميكانيك ولي ماغازا والدنيا ولا حاجه اخرى. تروح لها فرنسا تبان لكم هكذا قدامها، فهمني؟ صح شقسات الناس تاع الفوتبول. حنا اليوم نحصلوا في شاكير ولا في سان جوي؟ انا ما نحصلش في شاكير وفي سان جوي يا سيدي. كاين الغازون، ومن بعد انت الغازون ديرو في شاكير قمه ودير الغازون في سان جوي قمه، وين بلي يا سيدي خير منه؟ بصح انت لي كلوب كيما قال خونا لي كلوب وين يلعبوا؟ ما كاش وين يلعبوا كاع رجعوا مطرطوا. شكون اللي رجعهم مطرطوا؟ شكون اللي رجعهم مطرطوا؟ المسؤولين في الرياضه، المسؤولين في الرياضه ذاك الوقت. قال نحي لا لا سوليسيون فاسيل، نحي وعلاه تنحي مشكله وهنا علاه ندير تتم غازو نت با كاباب دو فير دو غازو ناتورال طوب وديروا اكوتي دي بيبينيير وتالي بريبوش دو غازو وخلاص لي طرونجي ما كاش منها. باسكو نزيد كلمه ونحبس، انا فهمت حاجه واحده، احنا الجزائر نهلكوها احنا بيدينا. انا توت الجزائرية اللي رحت للخارج، انا بوين جيت في حياتي نشوف لي زاجيري طايرين في كل قفزين في كل شيء، هذيك البلدان في اي بلد في العالم تصيبهم طايرين كيما هنا في بلادهم. هنا معوجين، احنا رانا معوجين، انا عايشين. علاش معوجين؟ غازون ما جبناش نديروه. سان فاوت بناتو فرنسا كان شباب، كنا نشوفوا ليكيب ناسيونال ولا سي ار بي شباب نحييهم اللي راهم حيين اللي ماتوا هذوك البو فوتبول تاعهم، كنا نروحوا نشوفوهم في الفاو كاميرا فيلم اليوم ولا الكاميرا ما كانش طاد هذا تعوج في بلاصه. شكون اللي هلكوا هذوك توعد اللي هلكوا كيف هذاك الوقت الكاميرا كاينه؟ والله لا بزاف. ايوي هذه هي، هذه هي اخوتي، هذه هي.